يوسف قصة حلوة سمعني. ليلى كانت تلعب أمها صاحت لها. أمها تشتغل فطتها يعني أكل وودت وراحت حتى تودي جدتي. أقول لك هي جدة تعبانة تريدين تموتي عزاي مذكر يرتفع لزين انت ما تروحين عند الشغل ما اطلب مني الشغل زين يلا خلنا نكمل. اي راحت وحذرت امها من المكان الخطير. زين لاكو مكان خطير ليش تودين بنتك؟ ها تريدين تموتيها؟ زين اوكي خلنا نكمل. فراحت للغابة. زين. هي ما سمعت كلام امها وراحت للمكان الخطر. والله انا اشوف امها السبب. اسد تودين. ليش تودين هي؟ تريدين تموتين انتو هذا جيت ازلت مثل اللي جايدي. اي وراحت فتيهت طلع لها الزيب وداها مكان بعيد بها زهور. زهور ظلت تلم هو سبقها. اقول لك هذا المدلل راح للبيت ما اعرف منين الدليل. اي راح تريدين تموتين شيني مدروعين انتي لا عجوزية. بطل مني شغل هذا شغل بطل لو بس عجوزية. زين خلني نكمل. اي فراحت للمكان الخطير. اي راحت والذيب تلاقبها. اي ما جوع عن 3 أيام شين هذا ما يموت 3 أيام ما ماكل يمكن أو 54. إيه راحت للمكان الخطر وما سمع كلام أمها والذيب يترقبها مثل هذا شو اسمه اللي جاي لي. إيه وخلت جدة جوا الكباية. اي واخذ مكانها. مو حلوة القصة اقول لك شني